بسم الله الرحمن الرحيم. ثمار الإيمان. وحن كهدل دونا موضوع قابا وكوصة بسيسة ثمار الإيمان في الحياة. إيمانكم مدها ونلش كله نلش في عني سيدي دبا ما هو حق عانت بن آدم كوكوشيرا هاو ماتيوها انتاد قعانتكو هاي ستا ما ها نلش في عني. نلش في عني وحو ايان انتاد إيمان هاي ستا انتاد دقنتهي انتاد نلش حسلونكو قبطا انتاد وروري والبهاركو هاي انتاد سايكولاتشك لقف دقن وحسلونتهي. صحابة النبي محمد وحي نولايه يقو قاركود وحل عنابان هاي ست بل النبي محمد بان نولا احد الصحابة بان نبي قويمي وقاتشك عبان هي وقتي يدي هوري نلش وقواتك ايه جرودين مركز وبيرك مرضك قاضي يسقر نقح كحرا نبينا عليه الصلاة والسلام بيرك مرضك قاضي وحوتو سيه يسقر الله برنا قحسنا حرين فالنبي محمد والله برنا قحرا قاتش درادين. لكن نلش رسول الله صدرت أهلي يبوها نلش قف مطمئن كوابوها نلش أدوما دكي وحكا بدلي قادة دواها عدان حصل لونيني وحما بدشو إلهي وحكوت المام يكوا كاني إيماني عمل صالح عد لقهلا نلل طيبة أيولي عد لقوا يا يدم حيلاده إلهي بوحلي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. دك واحد نقد ترى أنا الدولة دفليني ودك يبقى قيبنا نكمل إذا كيو قشاي مثلا خيدتك اللي هو بريني ماشي دك اللي هو جورعي كيو بالله قال دبتنا الدولة دي ويجيل قلنا تودي بالله فرستوا على دي نقص الله حلا وحدي ما نيا حد إنتانه حبايا كوشنر دمنا اللي ويدين واي دك كني يقول نقال هستا أو تجارة أو إنجنيرة أو على الله يرى أو دخاتيرة أو هنتيلة أو أقول له والله يا أبو ود كود قادة ده قام يسأين بدنو كم دينهين واي أي سدي ليا أما يوتشعلين إن الله شكر حان الدرجة سعبا وحيلاين الحياة الطيبة. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ونبوة المامو ضد كوحى إيمانك شو قلنا ما يستريه كوح الأغلى في عمله. مؤسسة ماهر جمعاله وحي إذن سو قدبنيسا محاضرة وان كيدو يهي ثمار الإيمان في الحياة وحاجي إذن دونا شيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة وحنك هذا لدونا موضوع قابا وكصاب سيسان ثمار الإيمان في الحياة. إيمانكم مدها ونلش كله نعمة الله بحيه سبحانه وتعالى دوني دكر كذا إيمان باو قائس إلهينا وغم النشاك تيداتك مسلمين إيمان كاسي وحين وضا نغانا آخرة إنه وين ليجي وحقوله لقبت بادة يا مالة قيامة عدي عن طريقة راعننا إنا نجل نقلن إنه من يشرك بالله فقد حرق وفك إله وشرك يلا نار هو أجيب سدى أما جنة والله حرام. لكن آخرة وغي أدونك نينو تشوقنو الراد كلي أدو الراد كي أدونك مريحي لقربي يموقال كي لقربي إنو حقي تيهر اللو أركي كريواي ووحشكي ينحجنك قبيرك ثمار تأدونك وكلية هي إيمانك فردك أما قفك مسلم كان وكم مغطى جماعة أما كوحدة أما بلشدة مسلم كان وكم مغطى ثمار تأسير ربي وتلمامي سبحانه وتعالى وحكم دين وتلمامي دون دبتنا محاسبة بيقار كذا دين لوايين لوايين وتلمامي إلهي قرآن كوح كلية وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط المستقيم ربي سبحانه وتعالى وحقها هو مؤمنين تهجتوصا يعني إيمانك أدي ذاتك ربي قوت رميان الرعاة إلهي سبحانه وتعالى وحقه هنونية جدك توصا نلش بنا آدمك وحما ددك وشق له عقلك واستعماله. لكن واحد شراء أسئلة الحياة أما اللايف كويشن سأنه ولقك جوابه أودنا ولهين أفركون يشام غلوصنا وحكور دردو يا ما تقرن فلسفي فلسفة عالم بايك الطبيعي ولنا جواب صحة لك ما هي سؤالة محان النالي حقاك أين حقاك الصعادة حادم بأي ويا مليفين هي محان نرشط هاي إن فلسفي أنصر مالي حقيقة وطا عند جواب تقول حقاك بحسي ورب السماوات ولا ولذلك بابن آدم كوي بضان وكمله وحرق قرتي وحا وكشقيني يا وحي يعني ميكروفون كان هركي يا الله وحال قرتي محان لو سمي دي لقرم وحي
wixii loo sameeyey qiimo ma leh, daan la garanay si loo isticmaalo, iyo wixii loo sameeyey qiimo ma leh. Wuxuu qiimo ku leeyahay in la garanayo waayo loo sameeyey. Insaanku hadduu garan kari waayo waayo uu dunida u joogaa, wuxuu u nool yahay, qiimo ma leh. Walidaalik bay falaasafada qayb ka mid existence-ka kuwan aaminsan falaasafat alwujuud waxay ku tilmaamayaan waa caraf ama waa dheeldheel dunida korjoogooda. Qisada dheer ee macruufka ee filosofkii Faransiiska ugu dambeeyey islaantiisa xaaskiisoo qosalayo arkay markaasuu midi geliyey uu dilay. Kadib buu la hadlay booliska ninkii haystay, wuxuu yidhi waxaan dilay haweenaydii aan qabay ee booliisku shaqadiisa ha qabsado. Waa akbar filosof cahdigaa noolaa waqtigii discart uu madaxweynaha Faransiiska ka ahaa. Waxaa laisweydiiyey caqlu Faransa ayaa xaaskiisii dilay maxaa la sameeyay? Madaxweynahay gaay oo giskaada waxaa la yidhi balbaaro horta ninkan wixiisa suu wax yahay. Markay booliisku wax weydiiyeen waxaa ka soo baxay inuu ninkani caqligiisa qabay wax dhibana aanay haysanin. Laakiin waxa qura ee ku kallifay uu tilmaamay noloshu buu yidhi waa dagaal aan gebagabadeeda garanayo. Nolow nolow waa dhiman wa wax ka dambeeyaana ma jiraan. Markaa waxaan arkay buu yidhi xaaskayga qosilayso waxaana sidhi buu yidhi waqtigay ugu farxad badnayd haatana ka baxdo ha dhaafto. That's why aan u dilay buu leeyay. Waayo ciidanka lama geliya buu leeyay. Haddaad ogtahay ciidankaagu inuu jabayo ilowba ilowa inuu jabayo dagaalka qiimo ma le buu leeyay inaad dagaalanta. In la sii noolaada qiimo ma le buu leeyay mar haddaan ogahay in la dhimanayo. Wax ka dambeeyaana aanay jirin. Saa daraaddeed buu leeyay baan salaantii u dilay. Faransiisku waa isu tageena madaxweynahoodii wuxuu yidhi waxaa ceeb ku ah Frans inay caqligeeda xidho ee musaxa caqliya ha la geeyo buu yidhi clinic maskaxeed ha la geeyo meelaha la iskaga hayo wax kaloo la sameeya la garan maayo. Yacnii mataahaad tii wareer buu dunida kaga sugan yahay qofka aan mu'minka dhabta ah. Ilaahay markaa wuxuu leeyay subxaana watacaala wa ina allaha lahaadi aladiina aamanuu ila